السلام بعث بحروفه أجمل تحية، واللقاء اشتقنا لموعده لأن جليسه أنتم مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة الشارقة الرياضية. اليوم هو الطلة الجديدة لبرنامجكم رياضة المرأة، البرنامج الذي بكم تسيد البرامج العربية وزاحم أفضلها ونال رضا الشاشة العربية ليتوج بالسعفة الذهبية والتي رفضنا أن نعيش على أطلالها. لنطوي صفحة نعتز بما جاء بين سطورها، لنبدأ أخرى هدفنا فيها أن نقدم الحافز الذي به ترتقي بنت زايد لعالم المجد. محدثتكم إيمان محمد ستعيش معكم نبض المرأة الإماراتية في عالم المضمار والصالات، وستأتي بجديدها ليكون الحافز الذي ترتقي به رياضة تبحث عن مكانة بين أمم التحضر. فأهلا بكم، والبداية مع أهم العناوين. التحضيرات لعربية السيدات تبدأ من موسكو والنقبي في مهمة مكوكية للتحضير. درع التفوق العام للشطرنج يبتسم للشارقة، واتحاد اللعبة يكرم المبدعين. إشراقة شمسة تضعها على رأس هرم المنتخبات الوطنية. ضمن تحضيرات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للدورة العربية للأندية للسيدات في دورتها الرابعة التي ستنطلق في فبراير من العام القادم في الفترة من الثاني وحتى الثاني عشر، وفي إطار الترويج للدورة بالتعاون مع هيئة الإنماء السياحي بالشارقة، غادرت إلى روسيا ندى النقبي برفقة وفد من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للمشاركة في فعاليات معرض دولي يضم العديد من الدول للتعريف عن الدورة وما تقوم به المؤسسة من مبادرات لدعم رياضة المرأة في المجتمع. تنظيم تحضيرات وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لدورة ألعاب الأندية العربية للسيدات في دورتها الرابعة في فبراير من العام القادم، من 2 فبراير ولغاية 12 فبراير من عام 2018، حيث تضمن هذه الدورة في الحقيقة مختلف الدول العربية، وتنظم كل عامين، والتحضيرات قائمة من كافة اللجان وفرق العمل على تقديم هذه الدورة بشكل مختلف ومميز. وسيقوم وفد طبعا من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بزيارة عدة دول للترويج عن هذه الدورة. من ضمن خطتها الترويجية اخترنا دولة روسيا بالتعاون مع هيئة الإنماء السياحي بالشارقة للمشاركة من ضمن معرض دولي يضم مختلف الدول والجهات الرسمية للتعريف عن الدورة والمؤسسة وما تقوم به من مبادرات لدعم رياضة المرأة في المجتمع. وعلى هامش المعرض أيضا سنقوم بعمل زيارات رسمية للهيئات الرياضية هناك لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لديهم وبحث سبل التعاون في المستقبل إن شاء الله، متأملين بأن تكون دورة الألعاب الأندية العربية للسيدات في دورتها الرابعة إن شاء الله دورة مختلفة ومتميزة. وفي هذا الإطار يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من روسيا الأستاذة ندى النقبي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. نرحب فيك أستاذة ندى، ونود أن نتعرف على أهمية هاي الزيارة وما تمثل لكم ضمن حملة الترويج للدورة العربية للأندية للسيدات. ألو أستاذة ندى. أهلا وسهلا أختي إيمان، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، نرحب فيك في برنامج رياضة المرأة. أهلا وسهلا، وبالعكس إحنا يمكن مشاركتنا اليوم في روسيا لأول مرة ننضم مع هيئة الإنماء السياحي في الشارقة، خطوة كبيرة لمؤسسة الشارقة رياضة المرأة، خاصة أن ما شاء الله روسيا عندهم الكثير من الاهتمام في رياضة المرأة ومن ناحية اللاعبات على مستوى العالمي وأيضا المستوى الفني للمدربات والطاقم الفني كامل في روسيا، وهذا يعني يمكن من أهم الأسباب اللي نحن من أهدافنا أن نحن زايرين روسيا بالتعرف على هذه المؤسسات اللي هي تهتم في رياضة المرأة، وأيضا نشوف البطلات اللي هم على مستوى دول العالم، وأيضا
مستوى، حتى في ريو الأولمبياد اللي فات كانت بطلة العالم من المبارزة. فاليوم زيارتنا للمعرض بالمشاركة مع الإنماء السياحي للترويج عن أيضا دورة الألعاب الأندية العربية للسيدات، نعرفهم عن اهتمام دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارجة بشكل خاص عن اهتمامهم في الرياضة النسائية والألعاب اللي يمكن تنظمها في مؤسسة الشارجة رياضة المرأة لدورة الألعاب الأندية العربية للسيدات. وهذه طبعا بداية وخطوة للترويج العالمي عن المؤسسة وعن اهتمام دولة الإمارات وإمارة الشارقة بالرياضة النسائية. أستاذة ندى، شو هو برنامجكم الترويجي خلال هاي الزيارة من المقابلات؟ طبعا هذا معرض، هو المعرض السياحي لدول العالم ومشاركتنا مع الإنماء السياحي للترويج عن السياحة في إمارة الشارجة. فنحن اخترنا أن سياحة الشارجة تكون لها صلة من خلال الرياضة، فالرياضة اهتمامها لها كبير في إمارة الشارقة في بشكل عام، وأيضا كان اهتمام برعاية ورئاسة سمو الشيخة جواهر للرياضة النسائية في إمارة الشارقة. فهذا هدفنا نحن وبرنامجنا لمدة 3 أيام في المعرض عن الترويج إمارة الشارقة سياحيا عن طريق الرياضة. أكيد أستاذ، طبعا متواجدة معنا حتى لاعبة والبطلة العنود مبروك من بطلة المبارزة والمنتخب في دولة الإمارات، كان له صدى كبير من خلال زيارتنا أو زيارتها معنا في المعرض. اهتمام الدول العالم ب يعني اهتمامهم في مدى اهتمام إمارة الإمارات وإمارة الشارقة في الرياضة كان عن طريق يمكن زيارتهم للبوث والمعرض اللي احنا متواجدين فيه، فهذا عمل صدى كبير لنا بحقيقة. أستاذة ندى، شو هي أهم المكتسبات اللي أنت تحرصون عليه أن تحققونها من خلال هاي الزيارة خلال هالثلاث أيام؟ طبعا أكيد نحن لنا يمكن الأهداف اللي تكلمت عنها في البداية أن نحن نروج اليوم عن إمارتنا، إمارة الشارجة كيف هي مهتمة في السياحة من كافة النواحي، لكن نحن دورنا كرياضة، ورياضة الإمارات وإمارة الشارجة ما شاء الله بدت منذ قديم الزمن في الاهتمام بالرياضة بشكل عام. فاليوم يدور أن نحن نبرز هاي الرياضات، نبرز رياضة المرأة لدول العالم، كيف نحن ننظم هاي البطولات اللي هو على مستوى آسيا ومستوى دول العالم وأيضا الدول العربية. فأتوقع إن شاء الله راح تكون في مخرجات كبيرة من خلال التعاون اللي راح يكون بيننا وبين روسيا، بيننا وبين الدول اللي متواجد اليوم في المعرض، في تبادل إن شاء الله زيارات راح تكون، في استضافات راح تكون فيها في إمارة الشارقة لأهم الرياضات اللي بتكون على مدى هالسنوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذة ندى النقبي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على مداخلتك الهاتفية من روسيا، متمنيا لكم التوفيق بإذن الله. الوفاء لا يغيب مثلما تغيب الشمس، والوفاء لا يذوب مثلما يذوب الجليد، والوفاء لا يضيع ما دام مانحه يقدر العطاء. هكذا جسدها القائمون على صرح رياضة الفكر اتحاد الشطرنج، وهم يثمنون من خط بالمجد على الرقعة الشطرنجية الدولية والقارية. نعيش معكم لحظات الوفاء في أمسية الوفاء. أمسية عبقها هو الوفاء لمن حمل أمانة دولة، وتقديرا لمن بذل الجهد لكي يتفاخر به شعبه. مكانها ومسرحها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ولاعب أدوارها إدارة الاتحاد لعبة تدرك معنى التثمين، ونجوم قدموا خلاصة ذهنهم على رقعة للشطرنج فكتبوا بأنامل أصابعهم أروع الأمجاد، ليأتي الموعد مع تثمين إنجازهم من أجل تحفيزهم لموعد جديد يكون طرفا فيه.
أول شيء شرفنا طبعا نهدي هذا الإنجاز إلى سيدي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وإلى صاحب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. وأيضا لابد أن نحن نشكر طبعا الجهود المبذولة من قبل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وسعادة أمين العام عبد العزيز النومان على دعمهم وحرصهم على توفير كافة الإمكانيات والأشياء الكثيرة اللي أتاحوا لنا للنادي ولخدمة اللاعبات، والذي لاقى هذا الإنجاز يعني من خلال تعاونهم الدائم مع النادي. طبعا هذا الإنجاز وحصول النادي الشطرنج والثقافة للفتيات على درع التفوق العام يمثل لنا الشيء الكثير، هذا ما يعني من فراغ أو من محل الصدفة، هذا من خلال التخطيط المستمر من خلال أعضاء مجلس إدارة النادي، من خلال تنفيذ الجهد الكبير طبعا من خلال المدربين من ناحية الأجهزة الفنية الإدارية، من عطاء اللاعبين وتحملهم يعني فوق طاقتهم وبذل كل ما عندهم على أساس أن نحن نحصل على هذا الإنجاز الكبير. ما أفرزته أمسية التكريم كان مثار إعجاب وتقدير لمن يلعب الدور في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهو الصرح الذي عانق صدر نجومه لقب الدرع العام للتفوق في فئة الذكور ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بدرع التفوق العام للإناث، وليتأكد مجددا بأن إمارة الثقافة هي عاصمة لشطرنج العالم. هذا النادي تعود أن الحمد لله يحصل على هذه يعني الإنجازات وهذا التكريم من الاتحاد المحلي أو من الاتحادات حتى الأخرى الدولية والإقليمية العربية. يعني اليوم نحن فوزنا بهذا الدرع التفوق العام، أتى بعد جهود كبيرة من كافة اللاعبين والإداريين في النادي، والحمد لله يعني أثبت النادي جدارته بحصوله على هذا الدرع. وإن كانت الأمسية هي تحفيز قبل أن تكون تكريما، فإنما أضفى عليها البهجة زهرات الشطرنج اليافعة في مقدمتهن النجمة اليافعة روضة السركال، الطفلة التي أبهرت العالم وهي تحرك بيادق الرقعة لصنعة المجد، فاستحقت أن تكون النجمة المتوجة لأمسية التكريم. بالنسبة للاعبات طبعا عندنا يعني أقول لك عديد من اللاعبات على جميع المستويات المراحل المختلفة، من ناحية تحت 8 سنوات الفئات جميعا، سواء كان تحت 8 سنوات 10 سنوات 12 سنة، الحمد لله ولله الحمد أن احنا عندنا عدد كبير، والاستثمار أصلا في هذه المرحلة يعني لازم احنا نستثمر للمستقبل طبعا، فالاستثمار عندنا لاعبات النادي في جميع المستويات، عندنا لاعبات تحت 8 سنوات، حتى إذا أقول لك تحت 5 سنوات وليس 8 سنوات، إن شاء الله بتسمعون عن اللاعبات اللي تحت 5 سنوات بيكونون إن شاء الله بإذن الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتعاون مجلس الشارج الرياضي مع نادي الشطرنج وباستمرار التخطيط المستمر والتدريب إن شاء الله على أمل أن احنا نحصل بطلة العالم إن شاء الله في المستقبل القريب تحت 8 سنوات. وإن كانت فتيات وشباب عمر الزهور هم من أضاءوا قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فإن للرجال أيضا جزء من كيكة التكريم، حيث استحق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن سفير الإمارات أن يكون متوجا بوسام الشرف تقديرا لمكانته التي جعل من خلالها الإمارات تتبوأ مقعدا في عالم التصنيف لكبار اللعبة. الحمد لله النادي دائما يحقق إنجازات طيبة، نحن نسعى أن الإنجازات هاي تتكرر والإنجازات هاي تكون حتى على المستوى الدولي وعلى المستوى الأسيوي. أما بالنسبة للتكريم، النادي حقق نتيجة إيجابية في سنة 2016، أخذ بطولة الدوري العام، أخذ درع التفوق العام، هذا ناتج عن الجهد اللي يقوموا به اللاعبين والمدربين والقائمين على النادي. الأبطال لا يصنعون بفعل صرح يصقلهم، بل لشيء في داخلهم اسمه الرغبة والحلم والرؤية، وكلها صفات لا يغذيها إلا التحفيز.
الدواء الساحر لبقاء الجسد متواصلا مع صنعة الإنجازات. وحول هذا التكريم يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الإماراتي للشطرنج. نرحب بك دكتور سرحان. الله يحييك وسلمك يا رب. دكتور سرحان، هذا التكريم كان ثمار جهد متواصل لموسم 2016 وجزء من موسم 2017، شو هي رؤيتكم لما تحقق ولما تأملون تحقيقه في المستقبل القريب بمشيئة الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحب نشكر تلفزيون الشارقة على هذا الدعم الإعلامي الكبير لهذه اللعبة، لعبة الشطرنج، لعبة الأذكياء. نحن ولله الحمد الاتحاد الإمارات للشطرنج منذ تولينا بعد الانتخابات رئيس مجلس الإدارة وأخوان أعضاء مجلس الإدارة كلهم متعاونين تعاون كبير جدا، سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي وحتى على مستوى الأندية في الدولة. الآن دولة الإمارات بعد فوز روضة سركال ببطولة العالم تحت 8 سنوات أصبحنا تحت أنظار العالم في كيفية تطوير هذه اللعبة وكيفية تطوير بناتنا وعيالنا وأولادنا في هذه اللعبة. نتكلم عن الأندية الموجودة في الدولة، هناك يعني في تنافس كبير بين الأندية، وهذا يعطينا دلالة ومؤشرات كبيرة أن دائما كل ما كانت الأندية تتنافس مع بعضها وكل ما كانت الأندية كعدد كبير سواء كان مع عدد اللاعبين أو الأندية المشاركة في الدولة، يعطينا نحن كاتحاد مؤشر أن نقدر نعمل بطولات سواء كانت محلية أو نشارك بطولات دولية، ومنها نقدر نطلع لاعبين ولاعبات على مستوى عالمي وحصل البطولات. ومثل ما تفضلتي في التقرير، سفيرنا وسفير الاتحاد الإمارات الشطرنج وسفير العرب اللاعب الذهبي سالم عبد الرحمن حصل على كذا بطولات سواء كان بطولة آسيوية أو بطولة عالمية، ويعتبر من أفضل 90 لاعب على مستوى العالم، وهذا يعني إنجاز كبير، وخاصة أن لعبة الشطرنج في بعض الدول الأوروبية والآسيوية داخل من ضمن البرامج التعليمية لها كمدرسة وليس كمادة علمية فقط. ونحن بهذه الإمكانيات الحمد لله رب العالمين نقدر نتواصل ونقدر يعني أن نجاريهم في بعض البطولات الحمد لله رب العالمين. الشيء الآخر، هناك تعاون كبير بين الاتحاد الإماراتي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي، دائما الدعم المتواصل من مشهد الرياضة لأندية الشارقة، هذا الدعم دائما نصب في مصلحة الأندية، وبالتالي تحصل على نتائج كبيرة في هذا المجال. وملاحظين أن نادي الشارقة للأولاد ونادي الشارقة للبنات دائما يحصلون على البطولات وعلى درع التفوق، ونحن كاتحاد وبالتوجيهات هناك من الهيئة العامة للشباب والرياضة دائما متابعين، وعندنا احنا نظام قاموا به مشكورين رئيس اللجنة الفنية وأعضاء هذه اللجنة الفنية اللي قاموا بتطوير هذه اللجنة، فعندهم برنامج تقييم المدربين على مستوى الدولة بالإضافة إلى مشاركة مدربين الاتحاد مع الأندية في تطوير مناهج التدريب سواء كان على مستوى لاعبات المنتخب أو مبتدئين أو لاعبات جدد واللاعبين الجدد في الأندية. نحن بأمانة يمكن بعد فوز روضة سركال بطولة العالم وقبلها بعد كان هناك خطة موجودة بالتعاون مع نادي أبو ظبي للشطرنج لتطوير بنتنا روضة سركال، وتم إرسال عن طريق نادي أبو ظبي لبعض المعسكرات وتم مشاركتها في البرازيل عن طريق الاتحاد وتكلفة كاملة من الاتحاد الإمارات ودعم من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وطلعنا بنتيجة إيجابية وهي ذهبية للعرب وللمسلمين ولدولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن الميزة الموجودة حاليا بأمانة يعني في اتحاد الإمارات الشطرنج أن معظم الأعضاء أكثر من 70% كلهم لاعبين شطرنج، إن كانوا في يعني سلك الأمور الفنية أو الأمور الإدارية. ونحن المقبلين بالفترة المقبلة على أولمبيات العرب، راح تنظم الاتحاد العربي للشطرنج وراح نشارك فيها بإذن الله، ومتفائلين بحصد ميداليات كثيرة إن شاء الله سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الفرقي.
إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لنا وللإخوان في جميع الأندية، ومتفائلين إن شاء الله في 2020 يكون عندنا 20 نادي شطرنجي متخصص في الدولة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور سرحان المعيني على مداخلتك الهاتفية، وبالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. ومن التقدير والتثمين لمن بذل ذرة عرق إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو ما جاءت به قراءة المجلس الرياضي لتاريخ سيدة قدمت لرياضة الإمارات خلاصة فكرها وجهدها في الارتقاء بطائرة الإمارات، فاستحقت بتاريخها أن تنصب على رأس هرم المنتخبات الوطنية. هذه السيدة نعيش سطورها في التقرير التالي. أفنت عمرها كرائدة في صومعة صناعة البطلات، فاستحقت أن تحلق باسمها في طائرة المجد. وهبت أفكارها لمن لديهن القدرة للعطاء، فصنعت منهن فريقا كان نواة لمنتخب، فاستحقت بأفكارها تقدير المجالس الرياضية لتكون على رأس لعبة هي من سترسم الخيوط لمستقبلها. هي إشراقة لنهار جديد ستكون هي شمسه. بالنسبة للمنصب المنتخبات، منتخبات يعني عندك رجال والعنصر النسائي، فشيء كبير شيء هم، لكن الحمد لله الأعضاء اللي موجودين عندنا ومساعدة وقفة رئيس الاتحاد يوسف الملا والأمين، وعندك اللي كان سابق أستاذ عبد العزيز اللي هو مدير المنتخبات لا زال معي ويدعمني، لأن تعرفين كإدارة أنا ميدانية، لكن كإدارة هني بيتضح لك في أشياء وايد المعوقات يعني اللي موجودة، إن عندك أنت كأولاد عيالنا نحن من الناشئين والشباب والرجال، هاي مشكلة إن نحن الحين 12 سنة أو 11 سنة ما في تحقيق في الرجال، في خلل في شيء، يا يعني إنه يكون من أولادنا أو المدربين، ولكن المدربين نحن غيرنا، فالحين نحن ندرس من كل الجهات حتى نشوف كيف نقدر نحن الناشئين اللي موجودين والشباب نطلعهم. تجربتها في صومعة زعبيل للفتيات صنعت منها اسمها، وانشغالها لموقع أكبر مع المنتخبات لا يعني نهاية بل بداية لنبع يفيض بالبطولات. لازم يكون لي عين في كل مكان، يعني حتى لو عاطي الظهر أنا أعرف شو يسوون وراه، فعندي إداريات ما يقصرن 24 ساعة، طبعا هذا ما يقتصر أني أكون أنا متواجدة وياهم، أسمعهم تلفوناتهم باستمرار. فرحتي أن بنتي في نادي الوصل أنها تدش من المرحلة مثلاً الإعدادية ونهتم فيها وتكون أحسن لاعبة، وفرحتي أنها هي تكون طيارة وتتخرج، يعني مثلاً عندي الحين نوف خلاص طيران طيارة البايلوت، عندي ألاء تبارك الرحمن صح أنها هي من فترة بسيطة يعني داشة، لكنها تعتبر الحين واحدة من بناتنا مهندسة. تؤمن بأن الحضارة في دولة زايد تسابق عقارب الزمن، ولكن حضارة المرأة في الحقل الرياضي تسير عكس عقارب الساعة بسبب رؤية لبعض يتعمد وضع المرأة على الهامش ويجاهر بأنها شريك في عجلة التحضر، ولكنها في الحقيقة دمية في عالم منسي. بناتنا يحتاجون شوية أن نرفع من معنوياتهم، أنا بروحي ما أقدر، الإدارية بعد ما تقدر، ولكن يحسون من المسؤولين إن شوية هم مهتمين فيهم كأبطال الدوري، كحصلوا على بطولة العربية، وأنا يمكن في اختلاف عن الأندية الثانية، دائما الأندية يقول لك نحن مشروطين علينا إن الأول، فأنا أقول الواحد لله عز جلاله، لكن هذا نصيب لأن الكرة دوارة، اللي انتم حصلتوا من المناصب خلاص نمسحها وبذلوا جهودكم ونشوف نحن شو بنقدر نسوي، لان الميزانيه هاي يعني طامه كبرى. شويه بغيت كاماره دبي ان مجلس دبي شويه يهتم، طبعا احس ان خلاص سوينا اغاني في هالموضوع ولا حيا لمن تنادي، فالبنت لا يرجعون لما يسوي يوم المرأة أو يوم الرياضي المرأة والمرأة والمرأة، لا تعالوا شوفوا أنتوا الحقيقة شو المرأة والمرأة،
يعني تعبتوني وانتم تقولون للمرأة، ما نحن نركض وراكم ونقول لكم اعطونا شيء للمرأة، تردون شو تردون علينا؟ ما نقدر. طب انتم ما تقدرون، خلاص يا انكم تعلنون الغاء السيدات او الغاء اللعبة كإمارة دبي، ولا تعتمدون على الأندية، خلوا الأندية، ما هي الأندية تاخذ الميزانية من عندكم انتم، من وين يبونها؟ من عندكم. فإيد وحدة ما تصفق. ستظل شمس آل مكتوم مرآة لحقيقة علينا أن نرى من خلالها موقعنا، وعلينا تقبل فكرها، لأن التجربة خير برهان لما قامت وستقوم به على رأس هرم الطائرة. مشاهدينا الكرام، نختتم برنامجنا بأهم الأخبار التي جاءت عبر شبكة التواصل الاجتماعي الإنستغرام. نتابع. وصلنا لختام مشوارنا مشاهدينا، نتمنى أنكم قد وفقنا في اختيار فقرات حلقة اليوم. موعدنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم مع المزيد من الفعاليات والأحداث الرياضية النسائية، وإلى أن يحين الموعد أستودعكم الله.